بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم سوف يتم دراسة التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية. جميع أجسام الكائنات الحية يحدث بها تفاعلات بيوكيميائية. إيه الفائدة من تلك التفاعلات؟ طبعا للنمو وتعويض التالف من الأنسجة، وكذلك الحصول على الطاقة. تسمى تلك التفاعلات بعمليات الأيض. توقف تلك العمليات يؤدي إلى موت الكائن الحي. الأيض أو التمثيل الغذائي هو عبارة عن مجموعة من العمليات البيوكيميائية، مجموعة من العمليات البيوكيميائية تحدث داخل الخلية، تتم عن طريق بناء جزيئات كبيرة ومعقدة من جزيئات طبعا بسيطة، وفي هذه الحالة تسمى بعملية البناء. أما تكسير الروابط للجزيئات واستخلاص الطاقة الكيميائية تسمى عملية هدم. نبدأ بعملية الهدم، وهي عبارة عن عملية يتم فيها تكسير الروابط الكيميائية الموجودة بين جزيئات الغذاء مثل الجلوكوز لتحرير الطاقة، بينما عملية البناء يتم فيها استخدام الجزيئات البسيطة لكي تكون مواد أكثر تعقيدا. الإنزيمات، أي تفاعل يحدث، أي تفاعل كيميائي يحدث بيحتاج إلى طاقة تسمى طاقة التنشيط. التفاعلات الكيميائية عامة بتحتاج إلى طاقة تنشيط عالية علشان تتم. طيب للحد ازاي نعمل على التقليل من تلك الطاقة اثناء التفاعلات؟ يجب ان يكون هناك طبعا محفز لكي نضمن حدوث التفاعل الكيميائي بسرعة عن طريق تقليل طاقة التنشيط. ده بنستخدم اللي هو الانزيمات. يبقى ما هي الانزيمات؟ الانزيمات هي عوامل مساعدة تساعد في تساعد في الحد والتقليل من الطاقة. طيب الإنزيمات دي عوامل مساعدة عبارة عن مواد بروتينية، هي بتؤدي إلى زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية في الخلية. الإنزيم بيتكون من عدد من الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي بتكون سلسلة. الأحماض الأمينية التي تكون سلسلة ويتكون منها الإنزيم. الإنزيم في الشكل اللي قدامك بيبين تأثير الإنزيمات على الطاقة أثناء التفاعل، بيورينا طاقة التنشيط في غياب الإنزيم بتكون مرتفعة إزاي، وطاقة التنشيط في وجود الإنزيمات بتنخفض إزاي. وده يعتبر مقارنة بين طاقة تنشيط التفاعل في حالة وجود الإنزيم وفي حالة غياب الإنزيم. ما هي خواص الإنزيمات؟ الإنزيمات أول خاصية هي بتعمل على تخفيض طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل. الإنزيمات متخصصة، كل إنزيم بيختص بمادة متفاعلة يطلق عليها المادة الهدف، ويختص بنوع واحد أو عدد قليل من التفاعلات. الإنزيمات بيتحكم فيها البي اتش ودرجة الحرارة. الإنزيمات تشارك في التفاعل دون أن تتأثر، يعني بتعمل على زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية دون أن يتم استهلاكها. في عوامل بتؤثر على عمل الإنزيمات،
ما هي العوامل التي تؤثر على سرعة عمل الإنزيم، تركيز الإنزيم وتركيز المادة والهدف ودرجة الحرارة والبي اتش؟ الرسم اللي قدامك البيان ده بيوضح العلاقة بين درجة الحرارة ونشاط الإنزيم، بيوضح درجة الحرارة التي يبدأ عندها نشاط كل إنزيم، ودرجة الحرارة اللي بيظهر عندها أقصى نشاط لكل إنزيم، ودرجة الحرارة اللي بيقف عندها نشاط الإنزيم والمدى الحراري. الإنزيمات نتيجة للطبيعة البروتينية لها تجعلها حساسة للتغيرات الحرارية، بيتحدد نشاطها في مدى ضيق من درجات الحرارة لو قارناها بالتفاعلات الكيميائية العادية. لكل إنزيم درجة حرارة يكون عندها أكثر نشاطا وتسمى بدرجة الحرارة المثلى، ويقل نشاط الإنزيم كلما ارتفعت درجة الحرارة عن درجة الحرارة المثلى إلى أن تصل إلى درجة حرارة يقف عندها نشاط الإنزيم. وإذا انخفضت درجة الحرارة عن درجة الحرارة المثلى برضو نشاط الإنزيم بيقل إلى أن يصل إلى درجة حرارة دنيا يكون عندها أقل نشاطا. يقف نشاط الإنزيم تماما عند درجة الصفر المئوية. توجد بعض التطبيقات الحياتية، بعض منظفات الملابس يسجل عليها درجات حرارة مناسبة لاستخدامها علشان كده توجد بها الإنزيمات. طيب نبدأ بالعوامل، العامل الآخر اللي هو الأس الهيدروجين اللي هو البي اتش، هو مقياس يحدد تركيز أيونات الاتش اللي هو الهيدروجين في المحلول، فقد يكون هذا السائل حمضي أو قاعدي أو متعادل. أقل من 7 يعتبر طبعا أحمض، أعلى من 7 قلويات. درجة الحرارة درجة 7 على المقياس تعتبر متعادلة، وهي تكون للماء النقي عند درجة حرارة 25 درجة. بيمكن معرفة درجة الأس الهيدروجيني لأي محلول باستخدام الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش. البي اتش ونشاط الإنزيمات. الإنزيمات هي عبارة عن مواد بروتينية، والمادة البروتينية تتكون من أحماض أمينية، والحمض الأميني له مجموعات حمضية، مجموعة الكربوكسايل اللي هو سي او او اتش، ومجموعات أمينية قاعدية الـ NH2. لذلك الإنزيمات بتتأثر بتغيير البي اتش، ولكل إنزيم بي اتش يعمل عنده بأقصى فاعلية. البي اتش الأمثل إذا قل عنه أو زاد فإن نشاط الإنزيم بيقل إلى أن يتوقف. فنجد إنزيم البيبسين في المعدة يعمل في درجة حرارة بي اتش حمضية تقريبا من 1.5 إلى 2.5، بينما إنزيم التريبسين في اللي هو البنكرياس اللي بيعمل فيه الأمعاء والاثنى عشر يعمل في درجة بي اتش قاعدية قد تصل إلى 8. معظم الإنزيمات في الجسم تعمل في درجة بي اتش 7.4. نشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.